تيار مستمر من المقاتلين يتدفق على سوريا والعراق من شتى أصقاع الأرض. معظمهم جاء فاراً من ظروف اجتماعية أو بفعل دوافع نفسية، وبعضهم اصطدم بواقع أكثر وحشية وبطولة أقل توهجاً مما رسمت له مخيلته. لكن إن أراد بعض هؤلاء المقاتلين الخروج، فأين المفر؟ أبو عائشة العكيدي، المقاتل المنشق عن تنظيم الدولة والذي اشترط إخفاء هويته، يقول إن الفرار أصبح مهمة صعبة. في الأيام التي أخذت فيها القتال لم تكن بهذه الصعوبة، لكن الآن ربما كون المقاتلين ملزمين ببيعة للخليفة فلا يستطيعون فرار هذه البيعة، لا يستطيعون طالما أنهم بايعوا على السمع والطاعة فالسمع والطاعة واجب عليهم. حاليا نعم ربما هناك في صعوبة، وخصوصا الأشخاص الأجانب. طبعا الأشخاص الأجانب بسبب قد يشك في أنهم قد يكونوا عملاء أو غير هذا الأسباب، يعني ربما يكون من الصعب جدا أن يدخل إلى سوريا ثم أن يعود عن مبادئ مرة. على الجانب الآخر، تسعى بعض الحكومات الأوروبية لمسح ملفات المقاتلين من رعاياها وتجريدهم من كل حقوقهم. فهل يمكنها فعل ذلك؟ هل يمكنها معاملة مواطنيها كسجناء حرب؟ To those who have had all the advantages of being brought up in Britain but who want to go and fight for ISIL, let me say this. If you try and travel to Syria or Iraq, we will use everything at our disposal to stop you. Taking away your passport, prosecuting, convicting, imprisoning you. And even if you're there already, we may even prevent you from coming back. You have declared your allegiance. You are an enemy of the UK, and you should expect to be treated as such. قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية هي من بين الأكثر صرامة في العالم، لكنها على وشك أن تصبح أكثر تشدداً. إذ يناقش مجلس العموم البريطاني مشروع قانون طرحته وزيرة الداخلية يمنح الشرطة السلطة لسحب جواز سفر أي شخص تشتبه في نيته مغادرة البلاد والمشاركة في نشاطات إرهابية في الخارج، كما تسمح للحكومة بمنع مواطنيها من العودة إلى المملكة المتحدة لمدة عامين، مما يجعلهم عديمي الجنسية خلال تلك الفترة. ويتيح مشروع القانون كذلك نقل المشتبه فيهم من مدينة بريطانية إلى أخرى، أي النفي الداخلي، حتى دون أن يكون هؤلاء قد أدينوا بأي جريمة. بنود يقول البريطاني أبو بكر الدغيس، والد الإخوة الثلاثة الذين ذهبوا للقتال في سوريا، إنها ليست حتى أخطر ما في مسودة القانون. أخطر ما في الأمر أن سيحاكمونك على الأفكار، يعني بهذا القانون يصير لهم الحق أن يتهمونك ويقولوا نحن نظن أن أنت عندك أفكار متطرفة، وكذلك يحق لهم أنهم يحاكمونك على النية ويأتونك ويقولون أنت نظن أن ظن يعني قوي أنك أنت كنت ناوي تعمل كذا وكذا وكذا. ثم أكثر من هذا يعطيهم الحق للدخول للمدارس الابتدائية وما في أطفال يعني 5 6 سنين 7 سنين، يعني ما يقال بالإنجليزي witch hunting، يعني للاصطياد، للبحث عن الأفكار المتطرفة. مشروع القانون أثار جدلاً مستعراً في بريطانيا، جدل قال لنا فيه البعض إن بريطانيا تعمد قصداً لتصدير متشدديها إلى سوريا والعراق، لكن أحداً لم يرد قول ذلك أمام الكاميرا. جدل قالت فيه منظمة Human Rights Watch إن القانون إنس سيتيح ممارسة التمييز العنصري على نطاق واسع. الباحث في مركز كويليام البريطاني لمكافحة التطرف تشارلي وينتر يدعو الحكومة البريطانية للتعامل بمرونة أكبر مع المقاتلين البريطانيين. There is also some more problematic issues that I think are going to be an issue for a long time, and one of the main ones of these is the legislation that suggests that jihadists
who are in Syria and Iraq right now cannot return to the UK unless they come back on the government's terms. I think that a great many number of jihadists who, even if they're very regretful of their actions, they won't want to come back on the UK government's terms because it will be for them an admission of guilt. لكن المشكلة الكبرى في هذه القوانين حسب البعض هي أنها نابعة من خوف قومي بات أشبه بهوس مس البريء والمذنب على حد سواء. أنا شخصياً طبعاً فتش بيتي وهوجم وأخذ جوازات سفري الإنجليزية والليبية الإنجليزي والليبي وشبه يعني محجوز عن السفر يعني ليس يعني أوفيشلي ولكن ما عندكش باسبور كيف تسافر يعني والآن 8 شهور يعني ما رجعوا لي باسبوري ويقولون أنهم يفتشون في مقتل عبد الله ويحققون في مقتل ابني عبد الله الذي مات في سوريا. غير الدغيس شهدت بريطانيا قصصا كثيرة اكتنفها هاجس التطرف ومنها البريطانية منال مسعد التي اتهمت وبرئت في عام 2014 من تهمة تهريب الأموال إلى مقاتل في سوريا. When I was being interrogated at police station, one of the officers made a comment and which I was quite offended by. She basically said you're a moderate Muslim, but you've got that in you. And the way I understood that was, well, you're a moderate Muslim, but you know, you've got a terrorist like deep there inside of you. So it just sort of, it was, for me, I felt as though that was harassment. الإحصائيات إذن ترسم صورة قاتمة أمام أعين الحكومة البريطانية. ما شاهدناه وتحدثنا عنه عينات ميكروسكوبية من شرائح كثيرة لم يوضع معظمها تحت المجهر. والخوف الأكبر بالطبع هو من أن يعود هؤلاء المقاتلون بجوازات سفرهم البريطانية إلى بريطانيا. إذن ما الذي تفعله الحكومة لمكافحة هذه الظاهرة؟ ويستمنستر وضعت برامج يمكن وصفها بأنها تسعى لإبطال الراديكالية في من يحملها أو دي راديكاليزيشن، لكن منتقديها يقولون إن ضعف هذه البرامج يكمن في افتراضها بأن الدافع الأساسي والوحيد للتطرف هو الأيديولوجية. لكن السياسات البريطانية في التعامل مع التطرف تغفل نزعة هامة بدأت بالظهور في صفوف مقاتلي داعش. خيبة الأمل والإحباط واكتشاف بعض المقاتلين أن ما ذهبوا من أجله مجرد وهم. اكتشافهم أنهم يعيشون حرباً أكثر قذارة واستبداداً دينياً أكثر صرامة واقتتالاً أكثر وحشية مما كانوا يتخيلون في أكثر أحلامهم جموحاً. أولئك في علم نفس الإرهاب هم السلاح الأكثر فعالية ضد المنظمات الإرهابية. With jihadists who are returning to the UK, it's very important to conduct a very, very careful and close risk assessment because these people obviously could pose a risk to the security of the United Kingdom. However, what they also present is a resource for de-radicalization in the future. Jihadists who have renounced the jihadist ideology, renounced the Islamist ideology, who know how it works for recruits, for extremist recruiters, they are fundamentally important in the long-term counter-extremism, counter-terrorism efforts of the UK because they know how to dismantle the ideology for others. They know what arguments are going to be used. إذا أراد المقاتلون الخروج فإن داعش حسب تقارير صحفية يمنعهم من ذلك بل ويهددهم بالإعدام علناً. لكن لماذا يستميت التنظيم في منعهم من المغادرة؟ ولماذا يضرب أسواراً من السرية حول حياة مقاتليه؟ لأن قيادته كما يبدو تدرك جيداً أن السماح بتسرب تجربة خيبة الأمل الشائعة في كافة التنظيمات المتطرفة على مر التاريخ سيكون سمها القاتل. أنصح أصدقائي اللي برضو أنصح الأشخاص اللي ممكن يفكروا يوم من الأيام ينضموا لطرف مو شرط الدولة الإسلامية ممكن يفكروا ينضموا لطرف من أجل قتال طرف آخر وما يكون هذا الطرف هو النظام طبعاً. يعني اللي بده يجي لسوريا واللي موجود بسوريا وبده يجاهد بده يقاتل بده يساعد المظلومين لازم يفكر بشغلة واحدة هي قتال بشار الأسد مو قتال إخوانهم جماعات ثانية.
الكثيرون من مقاتلي داعش خاصة صغار السن أوصلوا رسائل لعائلاتهم تفيد برغبتهم بالعودة إلى ديارهم. لكن ما بين مطرقة التنظيمات المقاتلة وسنديان الحكومات المتوجسة أضاع هؤلاء المقاتلون طريق العودة المنشود، وخيار التراجع يعتمد على المكان المقصود. فبينما تهدد لندن المقاتلين بسحب جوازات سفرهم وملاحقة عائلاتهم وتقوم باريس بسجنهم، أقرت الدنمارك قوانين تتيح لمواطنيها العودة والالتحاق ببرامج إعادة تأهيل ومن ثم التحدث عن تجاربهم علناً. فالحكومة الدنماركية تعي جيداً أن ذلك قد يؤدي إلى ثني الجيل القادم عن التطرف، كما يمد أجهزة الاستخبارات الدنماركية بالمعلومات. حياة هو الاسم الذي اعتمد لواحد من أشهر البرامج التي وضعت لتأهيل مقاتلي داعش. البرنامج هو فرع جديد من برنامج ألماني سويدي تأسس عام 2000 تحت اسم أكزيت بهدف مكافحة التطرف لدى النازيين الجدد. Exit Deutschland heißt Überwindung und Mut, heißt Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Steht für Nachhaltigkeit und Persönlichkeit. Exit ist ein langer Prozess. من وجهة نظر البرنامج فإن المتطرف هو المتطرف، سواء كان في برلين أو في الرقة. لذا فإن منهجي مكافحة التطرف في حياة وإكزيت متطابقان. كريستيان بوردو، والدة الشاب الكندي ديميان كليرمونت الذي اعتنق الإسلام والتحق بداعش وقتل في سوريا، أصبحت بعد موت ابنها ناشطة في برنامج حياة وافتتحت فرعا له في كندا. حياة supports a family and coaches them for each individual case, specifically the dialogues to have with those children, with those youth, to try to stop them before they travel, and if not, to try to reach out to them after the youth has traveled. And they've developed these methodologies based on Exit, which was a neo-Nazi program that proved to be successful, very successful. So they've just transferred those methods over and readapted them to this type of situation. من جهة أخرى، يدعو خبراء وسياسيون للحذر في تطبيق البرنامج وتقييم المقاتلين العائدين بشكل فردي لتجنب تشكيل خلايا نائمة. لكن مكافحة الإرهاب الذي يلهب الشرق الأوسط مهمة تخطت الجبهات الداخلية واتخذت شكل حملة عسكرية يشنها تحالف يضم عشرات الدول في العراق وسوريا. الحملة لم تحقق حتى الآن نتائج ملموسة، والسبب حسب الباحث في علم نفس الإرهاب آري كروغلانسكي هو تجاهل الحكومات للأسباب الحقيقية للتطرف وتفضيلها لما يسميه بالحل السريع. Well, I think that the policy in Britain and elsewhere has been focused on theological issues, on theological arguments, whether the interpretation of Islam that is proposed by the extremist is the correct one. But I think that what is being ignored is the psychology behind it, because these young people, they are not really Islamic scholars. You have to fight fire with fire. In this case, you have to engage the motives for significance and glory and aggression in countering the ISIS ideology. You have to motivate people to defend Islam. So if we just let things go or assume that military force alone will bring about a solution, this is not going to happen, because the military force very frequently backfires and creates, fuels the rage and increases the challenge for them to counter it and become even more aggressive and so forth. في فرنسا يشن أخوان فرنسيان مسلمان هجوما داميا على صحيفة ساخرة ويخلفان 12 قتيلا. بالنسبة للشقيقين كويشي وكل من يؤيدهما، فلا تطرف هناك ولا اعتدال، والحرب عقائدية. صورة قد تذكيها السياسة الفرنسية التي تتعامل مع المتشددين على أساس عقائدي. في سوريا والعراق يعاني تنظيم الدولة من نقص لا في جبهات القتال فحسب، بل في إيجاد التكنوقراط قادرين على إدارة المناطق التي يسيطر عليها، وهو يحاول تغطية هذا النقص في الموارد البشرية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي
التي تصل لكل الأشخاص المضطربين أو المحبطين حول العالم. أما المجندون الجدد فإنهم يجدون في التنظيم ما يريدونه أو يتخيلونه. فيه مكان للساديين الذين يسعون لتعذيب الآخرين، وللإنسانيين الذين يريدون مساعدة السوريين، وللعقائديين الذين يرون في الانضمام جهاداً. صديقي نصحني من المنظمة الإسلامية، طبعاً كان نحن شفنا في جرأة بالقتال، شفنا في التزام في نظام في انضباط بالعمل، ربما هي التنظيم الأكثر انضباطاً حالياً موجود داخل سوريا. ولكن الشيء المحزن في الأمر هو أخطاء الطرف الآخر. التحدي الأكبر للحكومات الغربية هو إيجاد نهج متوازن في التعامل مع من يسمون أنفسهم بالمجاهدين. It was as though, you know, moderate Muslim, extremist Muslim, you know, we're all the same. So basically, we're all tarnished with the same brush, which I felt was really unfair. في نهاية الأمر لا حل مثاليا هناك. لكن الأكيد هو أن ردود الفعل القاسية التي تنتهك مبادئ العدل وحقوق المواطنة تحقق لداعش وأمثاله من التنظيمات المتطرفة حلمهم باستمرار المعركة التي يصورونها على أنها تحتدم بين جنود الخلافة وساسة الغرب المنافق.